يمكن من ثلاث اربع مباريات كده في كل حتى مداخلاتي في الفضائيات قلت ان المؤشر والمنحنى بدا يصعد. التوفيق ما كانش معانا في الفتره اللي فاتت، يمكن حتى في مباراه الداخليه اللي خسرناها، حتى في مباراه اهلي بنغازي اللي كانت في مصر، حتى في مباراه الانبي اللي فاتت دي. مهم جدا التوفيق في كره القدم، يعني الاداء كان موجود، الروح كانت موجوده، الحماس كانت موجوده، لكن التوفيق كان غايب. النهارده الحمد لله كان في توفيق. يمكن الجون اللي جبناه في الشوط الاولاني الله يبارك فيك اثر بشكل كبير جدا جدا في الشوط الثاني. الحمد لله على كل شيء، واللي جاي ان شاء الله الرحمن يبقى افضل باذن الله، وتقفل الصفحه وتخش على اللي بعده على طول. يعني دي بدايه، ممكن الفتره الجايه خلاص انتوا دخلتوا مركز ثاني، الامور قربت مع سموحه، يعني دي تبقى بدايه المنافسه الحقيقيه على التاهل. بص، انا يهمني هدف، الهدف يعني لا الاول هياخد جايزه، الاول في المجموعه لا هياخد جايزه وهتفرح بيه وهتتنطط، ولا الثاني هياخد جايزه لا فيها حاجه، في حاجه مثلا معينه للاول او الثاني. انا يهمني في المرحله يا اول يا ثاني ان انا اصعد. يعني هتقول لي عيب ان الاهلي يخش من المجموعه؟ لا، انا الاهم بالنسبه لي الهدف الكبير اللي هو بطوله الدوري. يعني كابتن سيد، ليه الحظر الاعلامي؟ يعني في حاله التعادل او الخساره ماشي مقبوله، يعني ليه اللعيبه ما بتتكلمش مع الاعلام؟ لا بالعكس، انا ممكن في الخساره تطلع وتتكلم، يعني دايما الكبير بيبقى راسه مرفوعه، وانا راسي مرفوعه دايما لما بكون ادائي، يعني وانا دايما بقول للعيبه كده، يعني خلي راسك مرفوعه دايما بادائك، يعني التوفيق غايب عنك مش مشكله، دي حاجه ما تقدرش تتحكم فيها، لكن في وقت بيبقى فيه شغل، بيبقى فيه تقديرنا كده، ممكن ناس تنتقدنا وناس تقول ان انا غلطان ولا حاجه، لكن تقديري كده ان اللعيبه تفضل مركزه في شغلها، تصريح ما يتفهمش كده، تصريح يتقال كذا، منسوب لحد من بشكل معين، يتحلل بشكل معين في الفتره الصعبه اللي احنا بنمر بيها. لكن اللي عايز اقوله بس واضيفه، يمكن الفتره اللي فاتت السنه ونص تحديدا اللي فاتوا، احنا خدنا ست بطولات، بطولتين افريقيتين سواء كان 2008 2012 او 2013، وسوبر 2013 وسوبر 2014. الحمد لله خدنا الاربع بطولات باللعيبه ديت، كان في لعيبه تانية موجوده معاهم، لكن 80% او 90% من اللعيبه ديت. عندنا بطولتين، خرجنا من البطوله الافريقيه لكن رحنا بطوله تانية، وعندنا بطوله الدوري، يعني لعيبه وجهاز حقق من ست بطولات اربعه واثنين مشارك فيهم، يعني ده اللي بنبني عليه وده اللي احنا بنقوله. عندنا ثقه في امكانياتنا، وعندنا ثقه في قدراتنا، وعندنا ثقه في لعيبتنا قبلينا كمان. يعني الحمد لله على كل شيء. ده كان لقاءنا اعزائي المشاهدين مع كابتن سيد عبد الحفيظ. عوده سريعه للاستوديو التحليلي مع كابتن شوبير.